الأنباء الثانية من أونلاين، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه جون باسكال رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك العالمية على أنه يجرى حاليا تشييد 12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية من ضمن العاصمة الإدارية، وذلك بهدف تكوين جيل جديد من المدن العصرية الحديثة. كما أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء الذي شارك فيه أيضا وزير الكهرباء محمد شاكر والوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأهمية التي توليها مصر لنقل التكنولوجيا عن طريق توطين الصناعات مع تقديم الدولة لكافة التسهيلات لتحقيق ذلك الهدف. أيدت جنايات القاهرة قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بمنع 16 متهما من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها في قضية التخابر مع تركيا. هذا وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأصدر قرارا بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا في القضية التي تباشر التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا. وفي السياق وعلى الصعيد الإقليمي، أعلنت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين إضافة كيانين 11 فردا لقوائم الإرهاب المدعومة قطريا. يبدو أن سياسة تنظيم الحمدين المعروف بدويلة قطر ستظل على حالها في دعم وتمويل الإرهاب ونشر الفوضى وخطاب الكراهية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذ لا تزال إمارة الإرهاب حتى هذه اللحظة ورغم كل النداءات والمبادرات التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تدعم وتمول جماعات ومنظمات الإرهاب في العديد من الدول العربية، وهو ما حدا بالرباعي العربي، إلى الإعلان عن إضافة كيانين وأحد عشر فردا لقوائم الإرهاب المدعومة قطريا. الدول الأربع وخلال بيان قالت إن الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة نالوا خلالها وينالون دعما قطريا مباشرا على مستويات مختلفة، بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر وتعيينهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم. وبحسب البيان فإن الدول الأربع من خلال مراقبتها تؤكد استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي. الانتصار على الإرهاب في سوريا والعراق ودحر تنظيم داعش في الدولتين يرجعه المتابعون والخبراء إلى انحصار الدعم المقدم من قطر لهذه المجموعات، لكن يظل قيام قطر بتوفير الملاذ الآمن لقيادات وعناصر معروفة بجماعات الإرهاب ومنهم أفراد محظورون أمر تراه الدول العربية غير مقبول ويدخل تحت بند المؤامرة الواضحة والصريحة ضد العالم العربي. على مدى يومين بالقاهرة عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعات لمناقشة الأوضاع الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية. هذا وقد اتفقت الفصائل الفلسطينية على ضرورة تفعيل اتفاق القاهرة وإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام القادم. We'll be right back.
وفي القاهرة أيضا قال عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح لحوارات المصالحة الفلسطينية أن الانقسام الفلسطيني سينتهي بإجراء الانتخابات العامة. جزء من ما تم الاتفاق عليه وستقرأه في البيان ضمن الخطوات القادمة إنهاء خطوات الانقسام تنتهي بالانتخابات. ومن جانبه قال مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية سوف تبدأ قريبا التحضير لهذه الانتخابات. تم الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التشريعية وكذلك للمجلس الوطني الفلسطيني في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2018، بس في نفس الوقت تم اتخاذ القرار بتوجيه لجنة الانتخابات المركزية للبدء بالتحضيرات لإجراء هذه الانتخابات، وسيكون لنا لقاء آخر لجميع القوى في شهر شباط القادم، وأعتقد في ذلك الموعد سنحدد الموعد الدقيق للانتخابات. في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة انطلقت أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته 33 برئاسة وزير العدل الإماراتي. ويتضمن جدول أعمال الدورة 33 عددا من القضايا من بينها مكافحة ظاهرة الإرهاب. هذا وكان سلطان سعيد البادي الذي تترأس بلاده الدورة 33 لمجلس وزراء العدل العرب قد شدد على ضرورة تضافر كافة الجهود العربية للقضاء على ظاهرة الإرهاب. جدول أعمال اجتماعنا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي يجب أن تتضافر الجهود لدراستها بغية الوصول إلى أفضل النتائج الملموسة، ولعل من أهمها مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة قسل وتمويل الإرهاب وكذلك تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وبحث مسألة تجريم الفدية، وذلك كله تعزيزا للتعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. ومن جانبه قال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم إن مجلس وزراء العدل العرب حقق الكثير من الإنجازات خلال الدورة السابقة. حقق عدة إنجازات خلال دورته السابقة ساهمت في دعم العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، ويأتي انعقاد مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحالية في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة العربية تتطلب أن يواصل هذا المجلس الاطلاع بمسؤولياته القانونية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل الدولية والإقليمية لتواضع تصورات تضفي على قرارات مجلسنا فعالية أكثر. وفي هذا المقام ننظر بعين ملؤها التقدير والجهد للجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمانة الفنية لمجلسنا الموقر، وكذا الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز العربي للبحوث القانونية. ونبتعد قليلا عن أخبار السياسة مع هذه الإطلالة العلوية بكاميرا أونلايف الخاصة على حديقة الأزهر بالقاهرة. We'll be right back.
متواصلون بعد هذا الفاصل. نواصل أنباء فني من أونلايف، أهلا بكم. في العاصمة السعودية الرياض، شدد مؤتمر المعارضة السورية في ختام أعماله على ضرورة استئناف المفاوضات السورية دون شروط مسبقة من أي طرف. كان قد شارك في هذا الاجتماع وهو الثاني من نوعه بعد اجتماع مماثل في ديسمبر 2015 نحو 140 شخصية يمثلون مكونات المعارضة الرئيسة. على صعيد آخر، وفي منتجع سوتشي الواقع جنوب غرب موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب لقاء نظيري الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان إنه تم الاتفاق على الخطوات الأولى لإجراء حوار شامل قريبا يجمع كل السوريين. وقال الرئيس الروسي إن القيادة السورية ملتزمة بعملية السلام والإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات حرة. أطلقت اليوم الخميس قوات عراقية آخر عملية عسكرية لها في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سوريا لتطهيرها من آخر فلول تنظيم داعش بعد 3 سنوات من سيطرته على ثلث أراضي البلاد. وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي في نهايتها يفترض أن يعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية لتنظيم داعش في العراق. في العاصمة اللبنانية بيروت، قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني إنه سوف يكمل مسيرته مع مؤيديه ليكونوا خط الدفاع عن استقرار وعروبة لبنان. انتوا جيتوا من كل لبنان لتقولوا لي الحمد لله على السلامة، وانا جاي لكم الحمد لله على سلامة لبنان، والحمد لله على لبنان، والحمد لله على اللبنانيين، الحمد لله على كل واحد ووحدة فيكم. أما أنا باقي معكم ومكمل معكم. باقيين سوا ومكملين سوا. باقيين سوا ومكملين سوا. لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان. أهمية استراتيجية وقوى إقليمية ودولية تتفق أحيانا فيما بينها وتختلف في كثير منها، إلا أن تلك القوى كافة تجتمع في لبنان بين صراع وتوافق لتبقى لبنان الحاضر دائما. رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يعود إلى بيروت من جديد ليعلن تريثه عن استقالته من رئاسة الحكومة نزولا على رغبة الرئيس اللبناني ميشيل عون وإعلاء لمصلحة لبنان. لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس، وقد تمنى علي التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية، فأبديت تجاوب مع هذا التمني. وكانت استقالة الحريري قد تسببت بأزمة سياسية في لبنان وفتحت الكثير من التكهنات حول أسباب الاستقالة، والتي علق الحريري عليها مقتضبا بأن الأجواء السياسية أشبه بأجواء ما قبل 2005 قبل اغتيال والده. يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية إلى جهود استثنائية من الجميع لتحصينه في مواجهة المخاطر والتحديات. وفي مقدمة هذه الجهود وجوب الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الحروب وعن الصراعات الخارجية والنزاعات الإقليمية وعن كل ما يسيء إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب. قام الحريري بعدها بجولة سياسية شملت كل من الإمارات وفرنسا ومصر وقبرص، ليتوجه بعدها إلى بيروت ليزور مباشرة ضريح والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005. ويرى مراقبون أن التراجع الضمني للحريري عن استقالته
وبقائه في منصبه قد يؤجل اندلاع أزمة سياسية كبرى في لبنان قادمة لا محالة، فتجاذب المصالح وصراع القوى في لبنان قد بلغ حدا يصعب معه أي توافق. جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض بلادي للتجربة الإيرانية التي يحاول الحوثيون فرضها على الشعب اليمني، وقال عبد ربه إن الحرب في اليمن فرضها الحوثيون وأن اليمنيين لن يقبلوا بمخططات الحوثيين لهدم بلادهم. وعلى صعيد آخر، أعاد التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن فتح مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء لإدخال المساعدات الإنسانية. وقال متحدث باسم التحالف إنه سيعلن قريبا عن خطة عمليات إنسانية شاملة تغطي كافة المحافظات اليمنية. أبلغ أميرسون مانينجاغوا زعيم زيمبابوي الجديد حشدا من مؤيدي بالعاصمة هراري أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من الديمقراطية في أعقاب سقوط الرئيس روبرت موغابي الذي حكم زيمبابوي لحوالي 4 عقود. وقد عاد مانينجاغوا إلى البلاد بعد أن كان قد فر خوفا على سلامته عندما عزله الزعيم السابق والبالغ من العمر 93 عاما من منصب نائب الرئيس قبل أسبوعين ليمهد الطريق أمام زوجة غريس وهي أصغر منه سنا بكثير لخلافته. في مدينة نايبيدوا عاصمة ميانمار بحثت زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي مع عبد الحسن محمود وزير خارجية بنغلاديش إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة مئات آلاف من اللاجئين الروهينجا الذين فروا من أعمال العنف في ولاية راكين إلى بورما. وكان أكثر من 620 ألف شخص قد تدفقوا إلى بنغلاديش منذ أغسطس الماضي هربا من حملة قمع قام بها الجيش البورمي فيما اعتبرته واشنطن تطهيرا عرقيا ضد الروهينجا. في ختام لقاء مع نظير الكوري الشمالي ري يونغ هو بالعاصمة هافانا قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن بلاده تدعم السلام والاستقرار في جبهة الجزيرة الكورية. كما شدد وزير الخارجية الكوبي على ضرورة إجراء حوار للحد من التوترات بين بيونغ يانغ وواشنطن. الآن مرة أخرى مع إطلالة علوية بكاميرا أونلايف الخاصة ولكن هذه المرة من مركز مينيا القمح بالشرقية. انتهت أنباء الثانية، تبقى تذكرة بالعناوين. عقب اجتماعات مكثفة بالقاهرة الفصائل الفلسطينية تدعو لتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية العام القادم. قوات عراقية تطلق آخر عمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي. بوتين يقول إن القيادة السورية ملتزمة بإجراء انتخابات حرة. انتهت أنباء الثانية لكننا متواصلون.